بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي وفقنا فيه للصلاة والصيام والقيام. نسأله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق في هذه العشر الأواخر، وأن يكرمنا بإدراك ليلة القدر، وأن يكتب لنا فيها عظيم الأجر، ويغفر لنا فيها الذنب والوزر، ويكتبنا فيها إن شاء الله تعالى من المعتقين. أيها المشاهدون الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في العشر الأواخر حرصا شديدا، وكان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، هكذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول: كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وخلاصة ما ورد في السنة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله في هذه العشر أنه كان يحرص على الاعتكاف، والمقصود بالاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والقيام والتقرب إلى الله بمختلف الطاعات. تحرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الاعتكاف ولزوم المسجد، يريد من خلالها أن يتحرى ليلة القدر، وهي أيضا من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم خص منها الوتر، وهي ليالي 21، 23، 25، 27، 29 من رمضان. وليلة القدر أيها الكرام هي ليلة العمر، هي الليلة المباركة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم بين أجرها وثوابها بأنها خير من ألف شهر. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الليلة وأن يجتهد في إدراكها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي أيها المسلم الكريم، يا أيها المشاهد الفاضل، لو أنك حرصت فقط على صلاة العشاء في جماعة، وحرصت على ركعات التراويح، ثم حرصت بعد ذلك على صلاة الصبح في جماعة، فإنك بإذن الله تعالى سوف تصيب حظا ونصيبا وقدرا من ليلة القدر. وبهذا كان يوصي العلماء والسلف الصالح، فقد كان علماؤنا يقولون: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. لكن الذي أحب أن أنبه عليه في مسألة القيام والاجتهاد في الطاعات في ليلة القدر، أن لا يفوت الإنسان بعض الفرائض. مثلا بعض إخواننا يحرص على قيام الليل والإكثار من الطاعات، ثم ينام عن صلاة الصبح، وصلاة الصبح فريضة، وأنت بهذا تقدم السنة على الفريضة، وهذا خطأ واضح. أو ربما بعض إخواننا يحرص على القيام والطاعات والإكثار من القربات، ويحرص على الفجر، لكنه يذهب متعبا نائما إلى عمله وإلى وظيفته، فيقصر في أداء الواجب في الوظيفة، وبالتالي يقع في المحظور. والأصل في المسلم أن يحرص على الواجبات. أداء وظيفتك على أحسن وجه هو واجب عليك، ينبغي أن تطيع الله فيه، وينبغي أن تركز فيه. فإذا كان الحضور إلى القيام وإلى الاعتكاف وإلى الطاعات يؤثر في أداء وظيفتك بعد ذلك، فالأفضل لك أن تكتفي بالفرائض وبركعات خفيفة تأخذ بها حظك من الليل، ثم تحرص على أداء الوظيفة كما أمر الله عز وجل، حتى يكون رزقك حلالا وطعامك حلالا. أسأل الله أن يبارك في الجميع. الملاحظة الأخيرة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها المؤمنين في العشر الأواخر من رمضان، هو الحرص على إخراج زكاة الفطر. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأخبر أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم. فالهدف من إخراج زكاة الفطر أيها الأحباب المستمعون، إنما نريد أن نجبر بها ما في الصيام من التقصير،
ما فيه من اللغو والرفث، فتأتي زكاة الفطر من أجل أن ترقع ما في صيامنا من خلل أو من تقصير أو من ضعف. ثم هي إعانة للفقراء والمساكين، تنوي بها أيها المسلم أن تعين أخاك المسلم على أن يسعد ويفرح كما تفرح أنت في العيد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لمزيد من الاجتهاد والطاعات في هذه العشر، وأن يكتبنا فيها من المعتقين، فمن أعتقه الله عز وجل من النار فقد فاز. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الفوز وأن يختم لنا بالصالحات. وعيدكم مبارك، وأدام الله عليكم الطاعات وثبتكم عليها بعد رمضان. آمين، والحمد لله رب العالمين.